الهيئة العامة للانتخابات قدمت لنا تقرير عن هذه الإجراءات. تعالوا نشوفوا عشان تبقوا عارفين وانتوا رايحين تبلوا بصوتكم هيبقى الوضع عامل ازاي. تعالوا نشوف. حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم على وضع إجراءات احترازية لحماية جميع أطراف العملية الانتخابية مع تحديد الطرق الصحيحة للتصويت، وتبدأ عملية الاقتراع من 9 صباحا وحتى 9 مساء. يمكنك كناخب الاستعلام على لجنتك الفرعية بكل سهولة من خلال ادخال رقمك القومي على موقع الهيئة elections.com، او ارسال رسالة برقمك القومي لرقم 5151، او الاتصال برقم 141. الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقد أعلنت عن تحديث بقى عدة مراكز انتخابية بتضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ فيها. ليه عملت التحديث ده؟ عشان تكون أقرب للمواطنين في محل إقامتهم. طبعا كل ده تسهيلات على الناخبين، وأيضا مش بس تسهيلات، الهدف الأساسي زي ما احنا بنقول، احنا بنعمل الانتخابات دي في ظرف استثنائي، انه بيتم تخفيض عدد الناخبين في كل لجنة فرعية مع زيادة طبعا عدد المراكز، وده علشان ما يبقاش في تجمعات كتيرة او التجمعات تبقى محدودة بعض الشيء. وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات تطهير كافة اللجان والمقار الانتخابية استعدادا لاستقبال الناخبين النهاردة وبكرة. أيضا أصدرت قرار بتخصيص موظف. الموظف ده هيعمل إيه؟ هينظم ويراقب المسافات الآمنة بمقرات اللجان. يعني حضرتك هتبقى واقف، هيجي حد شخص محترم كده هيجي يقولك لو سمحت أنت لازم يبقى في مسافة بينك، ما ينفعش بقى إيه نبقى لازقين في بعض زي ما إيه بيحصل في الأوقات السابقة، لازم يبقى في مسافة بيننا. أيضا هيتم التعقيم قبل بدء الاقتراع في اليوم الأول، وخلال ساعة الراحة المقررة قانونا برضو هيتم التعقيم، وعقب انتهاء اليوم الأول من التصويت هتحصل نفس الشيء، هيتم التعقيم. يعني التعقيم هيبقى 3 مرات في اليوم، قبل ما تخش اللجنة وفي ساعة الراحة وبعد ما تخلص خالص اليوم الأول. نفس الإجراءات هتبقى في اليوم الثاني. طبعا عايز أفكر حضراتكم إن في كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحمل كمامة علشان تقدر تتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات. ده معناه إيه؟ معناه إن سيادتك مش هتقدر تخش اللجنة غير وإنت لابس كمامة. واضحة؟ واضحة. أيضاً الهيئة خصصت موظف بكل لجنة فرعية، ده غير الموظف الأولاني اللي احنا قلنا عليه اللي هينظم. بيعمل ايه بقى؟ هيتعرف على شخصية الناخب، لأنه الكمامة لما بتبقى مرتدية بعض الشيء ما بيبقاش واضح مين الشخص ده. لا، هو هيتعرف عليك بقى سواء بالرقم القومي بالإثبات الشخصية، فهو هيعرف، ده هيبقى مخصص وانت لابس الكمامة ان هو يتعرف عليك. قرارات الهيئة دي جت ليه؟ جت القرارات اللي هي متعلقة بالإجراءات الوقائية جت بعد دراسة مختلف التجارب الأجنبية لإجراء عملية الانتخابات في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وده علشان نحصل على أفضل تجربة. والتجربة دي إزاي نضع الضوابط والمعايير اللازمة الآمنة لإجراء الاستحقاق الدستوري علشان انت تبقى مطمن وانت رايح تدلي بصوتك. لا، انت في امان، بالظبط زي ما حصل ايام الثانويه العامه. كل ولادنا راحوا عملوا الثانويه العامه والحمد لله كلهم خلصوا امتحانات الثانويه العامه بامان، لان كانت في اجراءات علشان دخول اللجان والخروج من اللجان والوقوف امام اللجان، كل ده بيتعمل ايضا في انتخابات مجلس الشيوخ.